بداية أنا أتكلم عن نفسي من بين أحد الأشخاص اللي ساهمت مساهمة فعالة في ثورة 17 فبراير، والعديد من أخوتي من تورغة ومن مصراتة والعديد من الأشخاص يعلموا ذلك. ما يتعلق بالانتخابات، يعني احنا نتمنى من كل أهلنا من تورغة ومن كل النازحين أن تكون عندهم مشاركة فعالة في هذه الانتخابات، واللي لأن هذه اللي هي اللي على ضوها هيتم تفعيل القرارات والقضايا المتعلقة بالنازحين. نشكر الحكومة الانتقالية على المجهودات اللي قائمة بها، نشكر أهل الخير، ومن بين هذه المجهودات كان فيها حقية لمشاركة النازحين في هذه الانتخابات. وكان فترة قريبة، يعني من دقائق قريبة، كانوا فيها أشخاص من المفوضية العليا للانتخابات جايين لأهل تورغ النازحين يوروا فيهم يعني في كيفية الانتخابات والآلية متاعها والتشريعات اللي فيها. حسب ما علمنا من الفوضية العليا للانتخابات أنه سوف تكون 4 مراكز داخل مدينة طرابلس، منها مثلا مخيم جنزور وطريق المطار وغيرها من الأماكن، ونحن ننتظر في هذه اللحظة أسوة بباقي أخوتنا الليبيين، يعني اللي عليه الصعوبات بشكل غير عادي، ونستنى في هذه اللحظة للانتخاب. فأنت يا أخي المواطن الليبي اللي عندك الحرية في التنقل وعندك الحرية في كل شيء، شنو تراجع باش ما تمشيش وتنتخب؟ يا بلادي يا بلادي، بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي.